خلال اجتماع وزاري، الرئيس السيسي وجه بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية لصقل مهاراتهم في التواصل. البرلمان الليبي يؤكد وجود تنسيق كامل مع الجيش الوطني بشأن إعلان وقف إطلاق النار. عقب احتجاجات عنيفة، محافظ البصرة العراقية يقول إن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات حوادث الاغتيالات الأخيرة. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة مساء بتوقيت جرينتش، بانوراما إخبارية شاملة على شاشة النيل، مرحبا بكم. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية لصقل مهاراتهم في التواصل، كما وجه السيد الرئيس بصون وتعظيم مال هيئة الأوقاف لتصبح معاملاتها المالية طبقا للقيمة التجارية الواقعة بيعا أو شراء أو تأجيرا. جاءت توجيهات السيد الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس الوزراء وزير الأوقاف. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة، وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف. وقد عرض السيد وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وإلى أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسة الدراسات الإنسانية لصقل قدرات الأئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل. كما تابع السيد الرئيس خطط وزارة الأوقاف في مجال استثمار وحسن إدارة أموال هيئة الأوقاف، حيث أوضح الدكتور محمد مختار جمعة أن الهيئة شهدت نقلة نوعية خلال العام المالي 2019-2020. كما عرض الدكتور محمد مختار جمعة جهود وزارة الأوقاف في مجال العمل المشترك لبناء الشخصية الوطنية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة كوزارات الثقافة والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الوطنية للإعلام، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق والتناغم بين تلك المؤسسات فيما يتصل بهذا المجال الحيوي. كما استعرض السيد وزير الأوقاف أيضا خطة الوزارة في مجال عمارة المساجد سواء بالإحلال والتجديد والصيانة والتجهيز، كما اطلع السيد الرئيس على جهود الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أستاذ عبد الغني، يعني أهمية خاصة لصقل مهارات الأئمة بدراسة العلوم الدينية لتطوير مهامهم في التواصل والمهارات الخاصة بهم، في أي إطار بتضع هذه التوجيهات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ سيد عبد الغني، طيب متواصلون معكم في نشرتنا لحين وصول الاتصال إلينا. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن اهتمام الحكومة بالثقافة ودعمها لأنشطتها المختلفة يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لبناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن التعليم والثقافة والرياضة هي الوزارات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية، وهناك جهود واسعة في هذه القطاعات. جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء لتقرير من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حول جهود الوزارة في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف.
مرة أخرى أعود للاتصال مع سيد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وسيد عبد الغني، يعني الأهمية الخاصة لصقل مهارات الأئمة في التواصل من خلال دراسة العلوم الدينية، كيف تراها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة بيعكس مدى اهتمام يعني الدولة متمثلة في السيد الرئيس والسيد وزير الأوقاف في فكرة توجيه الخطاب الديني إلى كل يعني القاطنين في سواء في العالم الإسلامي أو حتى في غير العالم الإسلامي، ليس هو مصر فقط، لأن الآن العالم بعد وسائل التواصل الاجتماعي وبعد الإنترنت أصبح قاعدة أو أصبح عالما مفتوحا، وأصبحت القواعد فيه القواعد الداخلية أصبحت قواعد خارجية، والخطاب الداخلي أصبح خطابا خارجيا. لذلك فإلمام الأئمة بهذه المهارات أعتقد أنها إشارة مهمة جدا في فكرة التعايش مع الواقع الذي يعيشه الإمام، سواء الواقع التقني أو سواء على الواقع المعرفي أو سواء حتى على الواقع الشرعي فيما يتعلق بتجديد الخطاب وفيما يتعلق بتحديث الأمور التي تحتاج إلى تحديث، سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الآليات أو على مستوى الفكر أو على مستوى حتى اللغة التي ينقل بها الخطاب إلى الناس. لأن القضية الأساسية في مسألة وصول الخطاب وإحلال الخطاب الديني الصحيح محل خطاب الجماعات هو أن نجد لغة تستطيع أن تصل إلى الناس. نعم، لكن كيف يتم المزج بين العلوم الإنسانية والعلوم الدينية، ومن ثم يصبح الأئمة على دراية تامة بتحديات المجتمع أو بمشكلاته، وبالتالي يطوع الخطاب الديني وفق هذه التحديات لحلها؟ هو حضرتك الخطاب الإنساني أو العلوم الإنسانية على أكثر من مستوى، فيها مستوى هو الطالب وهو في الكلية بيدرس هذه العلوم الإنسانية. العلوم الشرعية ليست علوما صماء، ولكن الكثير جدا من هذه العلوم يدرس بجوارها العلوم الإنسانية. هذا هو المستوى الأول. المستوى الثاني هو عبارة عن دورات متخصصة في هذه العلوم بالنسبة للسادة الأئمة. المستوى الثالث وهو مستوى مهم جدا هو الإلمام بهذه العلوم وبلغة هذه العلوم على مستوى التواصل الاجتماعي وعلى مستوى الإنترنت، لأنه الآن أصبح لهذه العلوم لغة أكاديمية ولغة يتم تناولها على مستوى الإنترنت. بذلك لابد من الإلمام بكل هذه الجوانب، عبارة عن دورات، عبارة عن فكرة لابد أن يدخل أيضا التعليم عن بعد في أمور كثيرة جدا تتعلق بالأئمة، لابد أن يدخل فكرة تمثيل نماذج للواقع، يعني لابد أن تكون هناك نماذج متعايشة تعطي هذه النموذج قدوة للشباب، تعطي هذه النموذج قدوة للمجتمع في مسألة أن هذا الخطاب يعيش، أن هذا التاريخ يعيش، أن هذا الواقع الذي يتعلق بمكارم الأخلاق يعيش بين الناس، عبارة عن نماذج حية تستطيع من خلالها أن تصل إلى الأفكار التي تستطيع أن نعم. تقولي عنها أنها هي أفكار القضية ليست ملقاة فقط على وزارة الأوقاف، لكن مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة هي منوطة بهذا التغيير والتحديث في الخطاب الديني والقضاء على الفكر المتطرف. هو مسؤولية القضاء على الخطاب المتطرف هي مسؤولية تضامنية، والتنسيق بين التنسيق أيضا بين المؤسسات الموجودة في الدولة، سواء وزارة الثقافة زي ما حضرتك يمكن أشرتي في الخبر من قريب، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الأوقاف، المؤسسة العظيمة والكبيرة في العالم وهي مؤسسة الأزهر الشريف، لا يبعد عن هذا أيضا الدور المهم جدا لوزارة الآثار، الجزء التراثي والجزء التاريخي مهم جدا، والآن تمثل وزارة الآثار والسياحة أيضا لها جزء مهم جدا. هذا على مستوى الجانب التنسيقي. أيضا لابد أن تكون هناك برامج مشتركة، هذه البرامج يقوم بتنفيذها الوزارات المختلفة والجهات المعنية، سواء زي ما حضرتك أشرت، سواء دور الإفتاء، سواء بعض الهيئات أيضا الثقافية، سواء أو حتى الفنية، الجانب الفني الذي يتعلق بإيصال الخطاب البناء الذي يبني الدول والذي يواجه التطرف والذي يواجه الإرهاب،
اعتقد زي ما حضرتك اشرتي هي مسؤولية الجميع، ولكن لا بد من التنسيق بين كل هذه الهيئات في اطار يعبر عن هذه الافكار بشكل متسق نعم. مع الافكار العامة، ما يبقاش فيه مثلا حضرتك تبث قيم من جانب لاحد الوزارات وياتي اعمال اخرى فنية او حتى اعمال دعوية او غيره تنافي هذه القيم اللي انت حضرتك عايزة تبني عليها مواجهة هذه الجماعات، مواجهة صلبة وحقيقية. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ عبد الغني هندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية. عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع نظيرتها في السودان سارة عبد الاجتماع عبر الاجتماع الافتراضي الاول عبر تقنية الفيديو كونفرنس. عقدت مجموعة من الامور المتواصلة للتعاون ما بين الجانبين المصري والسوداني في الكثير من القضايا والملفات لبحث التعاون المشترك في المجال الصحي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة بأن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للمباحثات الثنائية بين الوزيرتين والتي بدأت في الخرطوم يوم السبت الماضي، مضيفا أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية بين الجانبين بشكل دوري للتنسيق وبحث سبل العمل بالملفات المشتركة بين البلدين في المجال الصحي. تواصل مصر إرسال المساعدات العاجلة إلى لبنان للخروج من عصرته الراهنة عقب انفجار ميناء بيروت. يأتي ذلك بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. استكمالا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من جمهورية مصر العربية متجهتان إلى مطار رفيق الحرير الدولي بجمهورية لبنان الشقيقة في ثامن رحلات الجسر الجوي، ومحملتان بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصري. وأشاد المسؤولون بدولة لبنان بالدور الفعال الذي تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا تجاه الأشقاء اللبنانيين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ. ليس كبيرا على مصر أن تقدم مثل هذه المساعدات إلى الشقيقة إلى لبنان، لا شك أن مصر دائما هي السباقة في تقديم المساعدات عند كل أزمة في تمر على لبنان. مصر هي الدولة المتقدمة في هذه المساعدات. الجسر الجوي الذي قدمته مصر هو ما نعتز به، وكذلك ما قدمه الأزهر الشريف هو أيضا ما نعتز به، ونحن في دار الفتوى نشكر الشعب المصري ونشكر الرئاسة المصرية ونشكر كل من قدم للبنان. بارك الله بمصر. اليوم نحن في لحظة تاريخية لها رمزية كبيرة تدل على عمق العلاقة الأخوية والتضامن بين الشعب المصري والشعب اللبناني، ولذلك باسم مجلس كنائس الشرق الأوسط واسم الشعب اللبناني ككل نتقدم بالشكر من فخامة الرئيس السيسي
من قداسة البابا توادروس، من مفتي الأزهر الشريف، ومن كل الشعب المصري على محبته وتضامنه مع الشعب اللبناني ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني، ليس فقط في هذه الكارثة ولكن في كل الأوقات الحرجة والصعبة من تاريخه. يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن. أعلنت وزارة الداخلية مواصلة تحملاتها الأمنية الموسعة والهادفة لضبط الخارجين عن القانون بسائر ربع مصر. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمني، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6058 قضية تمونية متنوعة، وتم ضبط 215 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 2912 محلا مخالفا لقرار الغلق، وغلق 4 أماكن لأنشطة تعليمية. وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط عدد 19918 سائق نقل جماعي. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 8152 قضية تمونية متنوعة، من بينها 139 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 357 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 48,195 جنيها، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 458,850 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 7986 قضية تمونية بمضبوطات وزنت أكثر من 1905 طن، من بينها قرابة 221 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ما يزيد عن 93 طن سلع تمونية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 255,525 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,236 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و26 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1682 قضية ومخالفة في مجالات حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 83,324 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 57,999,217 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1749 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,267,303,000 جنيه مصري، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.
اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأربعاء القادم من 9 صباحا وحتى 5 مساء. تشمل المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام بمجموع 400 للعلوم و 387 للرياضة و 327.5 للشعبة الأدبية. انطلق صباح اليوم موقع تنسيق الجامعات لعام 2020 لطلاب الثانوية العامة ليبدأ طلاب المرحلة الأولى تسجيل رغباتهم من تنسيق القبول بالكليات والمعاهد والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26 من أغسطس الجاري. جميع معامل التنسيق المنتشرة على مستوى الجامعات الحكومية المصرية دي مجهزة بمعامل حاسب آلي وناس متخصصة بيساعد الطالب لو مش قادر يكتب رغبات يتوجه لهذه المعامل المنتشرة على أنحاء الجمهورية. في حاجة تانية برضو حب أقولها، إن الطالب لو عنده كمبيوتر شخصي في بيته من حقه يسجل رغباته من البيت طوال اليوم ل 24 ساعة، ده خدمة لأبنائنا الطلبة جميعا. الطالب اللي مش قادر يكتب رغباته أو ما عندوش كمبيوتر شخصي أو عاوز حد يساعده يتوجه لمعامل التنسيق المنتشرة في الجامعات المصرية. كل طالب عنده وقت معين بيدخل فيه وعنده الإرشادات اللي بتدخله، بعد كده هما بيجوا بعد كده في المعامل على الكمبيوتر، هي الكمبيوتر فاسيلتيز متاحة ليهم في أكتر من معمل، 4 أو 5 معامل في الكلية مفتوحين لطلبة التنسيق عشان يشتغلوا فيهم. احيانا ما بقوش عارفين يعني بالظبط الاماكن المعامل، بس في اسهم بتوضح لهم. من خلال موقع التنسيق الالكتروني التابع لوزاره التعليم العالي tansiq.eg يقوم الطالب بادخال البيانات الشخصيه الخاصه به واختيار الكليات الراغب بالالتحاق بها عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم الجلوس. بيبدا يسجل بياناته وكده، وطبعا رغباته اللي بيقولها انا ببدا انزلها له، وبعد كده بنطبع الرغبات اللي هو عملها وبياخدها في ايده يتاكد من رغباته. بعد كده هو بيدخل اونلاين، بيدخل على الموبايل يتاكد ان الحاجات دي فعلا اتسجلت وتمام، يعني بيعمل له سيف از على الموبايل وكده وبيشوف وبيتاكد ان حاجته خلاص كده تمام. هم هنا بيساعدوا الناس واضمن من البيت، ويعني عشان ما يبقاش ما يحصلش غلط. يعني هنا اضمن طبعا لان بيدوكي ورق وبعد كده ممكن تغيري رغبات، يعني هنا بيساعدوا بكل الطرق. قال لي اتفضل معانا ووصلني لغايه الباب بتاع المكتب التنسيق وقال لي تسجل هنا، بعد كده دخلني قال لي الاستاذ هيراقب عليك او يساعدك في التنسيق. ويحق ل 149685 طالبا وطالبه التقدم للتنسيق، وذلك بحد ادنى للقبول بالمرحله الاولى للشعبه العلميه ب 400 درجه والشعبه الهندسيه ب 387 درجه والشعبه الادبيه ب 327 درجه ونصف درجه فاكثر. على مدى 5 أيام تقوم معامل التنسيق الإلكترونية بالكليات المختلفة بتوفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلاب والعاملين. ندى إبراهيم، النيل. قال فتحي المريمي مستشار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان الليبي والجيش بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا. وأضاف المريمي أن ثوابت البرلمان الليبي في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الليبية الثلاث، برقة وفزان وطرابلس. ونوه مستشار رئيس البرلمان بأن مخرجات مؤتمر برلين هي المرجعية الأولى لأية مفاوضات في الفترة القادمة. تتوالى الترحيبات الدولية بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي يضع بداية جديدة مستقرة للقطر الليبي، ويعد تتويجا لمبادرة القاهرة من أجل استقرار ليبيا ومنع انتشار المرتزقة على أراضيها ووقف كل أشكال التدخلات الأجنبية السافرة في شؤونها الداخلية. الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالقرار وقال في تدوينة إن الإعلان الليبي خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار وحفظ مقدرات الشعب الليبي. وثمن المجلس الرئاسي الليبي الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أنها كانت بمثابة مسار سياسي لوقف التدخل الأجنبي وإيجاد أرضية للتفاهم بين أبناء الشعب الليبي.
وقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي الشكر للرئيس السيسي وكل الدول التي رحبت ببيان إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا. وفي تدوينة له أكد وزير الداخلية الليبي أن اتفاق وقف إطلاق النار مكسب وطني يستحق الإشادة، وأعرب عن تطلع بلاده لتطوير التعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا ومصر وتركيا وقطر والأمم المتحدة. عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي أكد خالص تقديره لمواقف الرئيس السيسي الداعمة لإحلال السلام في ليبيا، خاصة دعم مصر إعلان وقف إطلاق النار والدخول في العملية السياسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وإلى الخليج العربي، حيث رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، ورحبت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين بالقرار، مؤكدين أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا. وفي المغرب العربي، اعتبرت الجزائر وتونس إعلان وقف إطلاق النار يعكس إرادة الليبيين في تسوية الأزمة عبر الحل السياسي. الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أكدوا أن إعلان وقف إطلاق النار خطوة إيجابية مهمة، مشددين على أهمية التزام كل الأطراف بالإعلان لعودة الاستقرار والسلام للبلاد. وفي أوروبا، رحبت فرنسا وإيطاليا بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا باعتباره خطوة إيجابية، داعين إلى مواصلة الجهود للسماح باستئناف إنتاج النفط في أسرع وقت. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رضا شعبان الكاتب الصحفي. أستاذ رضا، يعني ردود فعل دولية إيجابية بوقف إطلاق النار إلى أي مدى في ضوء المعطيات الحالية على الأرض في ليبيا ينفذ هذا القرار بوقف إطلاق النار؟ نعم، هو يعني اعتادت بعض الميليشيات الخارجة عن نطاق أي حكومة، والتي كانت تعين بها في السابق حكومة الوفاق، هناك بعض الميليشيات تحاول يعني إفساد هذه الخطوة على الليبيين وإفساد الخطوة على القوى الدولية وتحديدا مصر. هذه الميليشيات يعني تأتمر بأمر قطر وتركيا وتنحاز إلى يعني تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسوغه أن يحدث في ليبيا سلام وأن تعود ليبيا إلى ترتيب أوضاعها وإلى دفع عجلة البناء والتقدم ووقف شلال الدماء. لا شك أن الخطوة يعني أحدثت صدى دولي وعربي وإقليمي كبير خاصة، وأنها تأتي نتاج مجموعة من الجهود الدولية عمودها الفقري هي المبادرة المصرية والدور المصري بدبلوماسيته. نعم، إعلان القاهرة. نعم فندم. فمنذ البداية يعني إعلان القاهرة جاء نتاجا لعدة مسارات قادتها القاهرة وشاركت فيها القاهرة منذ بداية الأزمة ومنذ اندلاع الفوضى في ليبيا. ومصر حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها، حريصة على المؤسسات الليبية، حريصة على رغبات الليبيين وحقهم في العيش في هدوء وفي السلام والاستمتاع بثرواتهم، حريصة على عدم انتشار السلاح والميليشيات. نعم، لكن دعنا نتحدث كيف ترتب الأولويات؟ نزع السلاح، خروج المرتزقة، انتخابات رئاسية وأيضا برلمانية، برأيك أيهما يسبق الآخر أم السير يجب أن يكون في خطوط متوازية؟ يعني هي الأولوية القصوى والضرورة القصوى هو ما نتج عن حالة الانفلات، وعلى رأسها القوات الأجنبية والقوات والمرتزقة وتفكيك الميليشيات. هذا هو المطلب الأول والرئيسي، لأنه لو لم تحدث هذه الخطوة ولو لم تسبق هذه الخطوة باقي الخطوات يعني لن تتم. الميليشيات والقوات الأجنبية والاحتلال المباشر الموجود في ليبيا، التدخلات الموجودة في غرب ليبيا، كلها ستعيق إكمال هذه الخطوة.
وتعيق استكمال باقي خارطة الطريق التي تتبناها مصر وتبلورت في إعلان القاهرة. إذن فالخطوة الأولى والهامة هي إخراج كافة القوات الأجنبية الموجودة في غرب ليبيا، إنهاء مظاهر التسلح خارج المؤسسات الرسمية، تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، ومن ثم البدء في الخطوات الأخرى. لأن بدون تفكيك الميليشيات، وهو ما يحدث اليوم بعض الميليشيات الإرهابية من مدينة مصراتة ذهبت إلى بعض المناطق أو هجمت على بعض المناطق في غرب ليبيا، والمناطق المعروفة بولائها أو بتأييدها للجيش ورفضها للميليشيات، نعم، مثل منطقة الإصابعة والرجبان وعدد من المناطق الأخرى، ذهبت تلك الميليشيات وأحدثت مشاكل هناك. إذن فالتحدي الأول والرئيس والأهم خروج القوات التحدي الأمني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رضا شعبان الكاتب الصحفي. أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني دعمه للتظاهرة السلمية وإدانته لحوادث الاغتيالات والعمليات الإجرامية بالمحافظة، وشدد المحافظ على أن عمليات التحقيق في جرائم القتل الأخيرة تجرى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مضيفا أنه سيتم الكشف عنها بعد ظهور النتائج. أشار محافظ البصرة إلى وجود من وصفهم بمندسين من خارج المحافظة يريدون إشعال الفتنة بين المواطنين العراقيين. وصل اليوم وفد من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إكواس إلى مالي للمطالبة بعودة النظام الدستوري إلى البلاد. كان قادة الانقلاب العسكري في مالي قد سمحوا في وقت سابق لفريق من الأمم المتحدة بزيارة شخصيات محتجزة لديهم، من بينها الرئيس المطاح به أبو بكر كيتا ورئيس حكومته بوبو سيسي، حيث يأتي ذلك في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات حاشدة بالعاصمة باماكو احتفالا بسقوط حكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. متواصلون معكم في نشرتنا وفيها بعض الفصل. ولاية كاليفورنيا الأمريكية تشهد إحدى أكبر حرائق الغابات في تاريخها. الآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد مع الأمير داود. إليك. شكرا جزيلا لك هبة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. في حوار لقناة النيل للأخبار، رئيس الهيئة العامة للسكك الحديدية يكشف عن أن تكلفة تطوير منظومة السكك الحديدية ستصل إلى 142 مليار جنيه. في حوار خاص للنيل للأخبار، كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية عن أن عملية تطوير السكك الحديدية ستستمر على 3 مراحل حتى عام 2025، وبتكلفة استثمارية تتجاوز 142 مليار جنيه، اللي هي انتهت في نقول انها 6 سنين اللي كنا من 2014 ل 2020، وكن ده طبعا مثلت على السكة الحديد ما يقرب من 40 مليار جنيه. المرحلة اللي احنا شغالين فيها حاليا اللي هي بقى طبعا مرحلة استخدام الجرارات والعربيات واستكمال باقي منظومة الإشارات، إن شاء الله دي مستمرة معانا لنهاية 2022، في هنكلف برضو فيها حوالي 46 مليار جنيه. ثم تالي المرحلة الثالثة اللي هتوصل إن شاء الله ل 2025، ودي هتكلف السكة الحديد 56 مليار جنيه. يعني احنا كل اللي احنا شغالين فيه حاليا اجمالي لحد في نهاية 2025 حوالي 142 مليار جنيه. وطبعا ده الرقم ده معلن طبعا اكيد لكل القيادات التنفيذية والقيادة السياسية، واحنا الحمد لله ماشيين بخطوات ثابتة. كما كشف المهندس أشرف رسلان عن مفاوضات مع شركة إستوم لصناعة القاطرات من أجل إنشاء أول مصنع لمستلزمات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الله، خلال المرحلة القادمة هيبقى فيه خبر سعيد جدا إن في بعض الشركات المصرية
بالتعاون مع شركات عالميه، شركه بومباردي وأليستون بالتحديد، هيبقى فيه ان شاء الله يعني صنع يعني انشاء اول مصنع لصناعه السكك الحديديه في مصر في المنطقه اللي هي اللي بنسميها المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس، هيئه قناه السويس. فبالتعاون طبعا مع وزاره التخطيط والصندوق الرئاسي ومجموعه مستثمرين مصريين، شركات مصريه محترمه ووزاره النقل. وبدا فعلا الاجتماعات واللقاءات الخاصه بهذا الموضوع، وان شاء الله قريبا جدا هيتم الايه الاعلان عن انشاء هذا المصنع. واطلقت الدوله استراتيجيه طموحه لتطوير هيئه السكك الحديديه شملت جميع عناصر المنظومه بدءا من شراء وتصنيع وتحديث القطارات وعربات القطارات، اضافه الى تطوير وتحديث كافه منظومات اداره الحركه والتحكم في الخطوط. كما تخطط الدوله لمد خطوط جديده للسكك الحديديه من أجل خدمة أغراض التنمية العمرانية والاقتصادية وتسهيل عمليات التجارة الداخلية والخارجية للبلاد. انطلاقا من أهمية مرفق السكة الحديد الذي ينقل ملايين الركاب سنويا، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحديث وتطوير أسطول السكة الحديد بما ينعكس على توفير خدمة مميزة للركاب، ليأتي دور وزارة النقل في التعاقد مع شركات عالمية لتحديث عرباتها وجراراتها ضمن صفقة لتوريد 1300 عربة جديدة تدخل الخدمة على خطوط السكك الحديدية لأول مرة في تاريخها. منظومة متكاملة أن تبقى فيه عربيات نظيفة، فيه جرارات ما تكونش يعني كثيرة الأعطال، جرارات عندها كفاءة في التشغيل عشان تحافظ على جداول التشغيل، أيضا منظومة القضبان والإشارات لأن دي هي اللي بتأمن حركة القطار. المواطنون عبروا عن رضائهم في مستوى الخدمة المقدمة داخل قطارات السكك الحديدية، مطالبين بالاستمرار في عمليات التحديث للوجهين القبلي والبحري. ياريت كمان المزلقانات تبقى إلكترونية أفضل وعلى رقابة أفضل، و بلاش التعدية العربيات او الناس تتعدي على رجليها، يبقى فيه كباري او يبقى فيه المزلقان الكتروني يكون افضل. وما شاء الله يعني السكة الحديد النهاردة احنا كنا فين وبقينا فين يعني. حاليا دلوقتي عندنا بنلاقي كرسي مرتاح، تذكرة باسعار في متناول الجميع، فالحقيقة الدولة مشكورة عاملة شغل كويس في مرفق السكة الحديد بالتحديد. يعني انا بركب السكة الحديد من حوالي 6 سنين، انا ما شفتش فيها تطورات ولا حاجات كويسه، ولا سكه حديد بالنظافه والعربيات والحاجه الفخمه اللي هي الخدمه اللي بتقدمها السكه الحديد. طبعا حاجه جديده وحاجه كويسه جدا، واتمنى تبقى على جميع الخطوط. خبراء النقل اكدوا على اهميه تطوير مرفق السكه الحديد الذي يعد من المرافق الهامه لوزاره النقل، والتعاقد مع شركات عالمية لتوريد عربات جديدة ذات مواصفات وجودة فنية عالية تساهم في الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية. صفقة ضخمة جدا للعربيات الروسية، وهي صفقة تصل إلى حوالي 300 عربة، وصل منها حوالي 33 عربة، وبالمناسبة هذا الأسبوع في 35 عربة جداد هيوصلوا من الإسكندرية يدخلوا الخدمة، والاتفاق ما بين الجانب الروسي والجانب المصري على أن يكون هناك كل شهر 35 عربية وفقا للبرنامج، فده هتمثل طفرة كبيرة جدا في تحسين الخدمة. تطوير مرفق السكة الحديد جاء من خلال التعاقد مع شركة ترنسماش الروسية لتوريد وتصنيع 1300 عربة جديدة و35 جرارا جديدا تم استقبالهم عبر ميناء الأسكندرية على دفعات جديدة، لتصبح الصفقة الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية. ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة بعمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكافة فئات الركاب.
وأتاحت الشركة 3 أنواع من الاشتراكات للأشخاص بالإضافة إلى اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. الأول اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة تتراوح فيه التخفيض ما بين 38.3% إلى 55%، والثاني اشتراك ربع سنوي يتراوح فيه التخفيض ما بين 44.4% إلى 58.8%، أما الثالث فهو الاشتراك السنوي وتتراوح فيه نسب التخفيض ما بين 52.5% إلى 62.2%. أما النوع الثالث من اشتراكات الجمهور فهو الاشتراك السنوي الذي تتراوح فيه نسبة التخفيض بين 52.5% إلى 62.2%. ختام نشرتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إلى الزميلة هبة حسين واستكمال البانوراما. تفضل هبة. أشكرك أمير. تشهد ولاية كاليفورنيا الأمريكية أكبر حرائق للغابات في تاريخها، متسببة في مقتل 5 أشخاص على الأقل وتدمير قرابة 500 مبنى. قال رئيس هيئة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن عدد الأفراد المكلفين بالتعامل مع الحرائق المترامية الأطراف تضاعف لأكثر من 1000 رجل إطفاء بمساعدة من أعداد كبيرة من الطائرات لمحاولة السيطرة على الحرائق. اتسع نطاق حرائق الغابات المندلعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مرغمة 10,000 من الأشخاص على مغادرة منازلهم هربا من مئات الحرائق التي وصفت بأسوأ حرائق شهدها تاريخ الولاية. وقالت سلطات الولاية إن الحرائق التي أشعلتها 1000 الصواعق وزادت من حدتها درجات حرارة قياسية ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية أودت حتى الآن بحياة 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 43 من رجال الإطفاء والمدنيين، كما دمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى. إن طواقم الدفاع المدني تكافح 560 حريقا في أنحاء الولاية، بعضها اندلعت نتيجة الصواعق. الحرائق تؤثر بشكل كبير على مواردنا وتدفع صوب نقطة الانهيار، إنها لحظة مميتة، لذا أرجو من السكان ضرورة الامتثال إلى أوامر الإجلاء. ومن جانبها قالت الهيئة المعنية بمكافحة الحرائق في كاليفورنيا إنه وصل إلى الولاية حتى الآن 45 طاقم فقط من 375 طاقما طلبتها من خارجها لمساعدتها في السيطرة على الحرائق، وأضافت أنه من المتوقع أن تضرب الولاية مزيد من الصواعق خلال الأيام المقبلة. وتسببت نحو 12,000 صاعقة معظمها في شمال ووسط كاليفورنيا في نشوب مئات الحرائق هذا الأسبوع، وهددت 1000 المنازل وأدت لنزوح جماعي للسكان وأتت على أكثر من 500,000 فدان. لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. خلال اجتماع وزاري الرئيس السيسي يوجه بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية لصقل مهاراتهم في التواصل. البرلمان الليبي يؤكد وجود تنسيق كامل مع الجيش الوطني بشأن إعلان وقف إطلاق النار. عقب احتجاجات عنيفة، محافظ البصرة العراقية يقول إن تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات حوادث الاغتيالات الأخيرة. نهاية النشرة، تفاصيل أكثر على nile.eg بعد قليل. موجز الأهم وآخر الأنباء، إلى اللقاء.